الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب تأكيد ركعتي سنة الصبح. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى باب فضل السنة الراتبة مع الفرائض، أكد على سنة الصبح، وذلك لأن سنة الصبح هي أعظم السنن الرواتب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها ما لا يحرص على غيرها، كما جاء هذا في حديث عائشة الذي سيمر علينا بإذن الله عز وجل. فركعة الفجر التي هي السنة كما قال صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها، ولذلك كان لها من المزايا ما لم يكن لغيرها من السنن الرواتب، ومنها أن لها وقت أداء ووقت قضاء بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف السنن الرواتب في الظهر والمغرب والعشاء، فإنها إذا فاتت فات محلها، وبعض أهل العلم يذهب إلى أنها تقضى، ولكن هذا بالقياس وليس بالنص كما في سنة الفجر. سنة الفجر تقضى بالنص كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه إذا فاتته لم يصلها قبل صلاة الفجر له أن يقضيها بعد الصلاة، فإما أن يقضيها مباشرة أو يقضيها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. وهذا كله دليل على أهمية سنة الفجر التي يفرط فيها كثير من الناس، وسيمر علينا بإذن الله عز وجل في هذا الدرس والدرس القادم بإذن الله عز وجل بعض من خصائص ركعتي صلاة الفجر. قال: باب تأكيد ركعتي سنة الصبح. عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، رواه البخاري. هنا في قول عائشة كان لا يدع أربعا قبل الظهر، هذا يؤيد حديث أم حبيبة الذي مر علينا أن السنن الرواتب 12 ركعة، وليس كما ذكر ابن عمر أنها 10 ركعات، وقد مر علينا بيان هذه المسألة. قال: وركعتين قبل الغداء، أي ركعتي، تقصد ركعتي سنة الفجر. قال: وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. وهذا يدل على ما ذكرنا قبل قليل أن صلاة سنة الفجر هي أعظم الرواتب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهدها ما لا يتعاهد غيرها من السنن، لما فيها من الخير العظيم. وقد جاء في الحديث أنه لا يتركها لا في حضر ولا في سفر، بخلاف بقية السنن الرواتب. قال: وعنها، أي عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. فهذا فضل عظيم لهذه الصلاة سنة الفجر، خير من الدنيا وما فيها. وإذا قلنا خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا منذ أن تخلق إلى أن تنتهي، وليس في زمانك فقط، بل منذ أن خلقت الدنيا إلى أن تنتهي الدنيا إلى يوم القيامة. فهاتان الركعتان خير مما في الدنيا جميعا، من متاع ومن أموال ومن كل شيء، خير من الدنيا جميعا. فلذلك على المسلم إذا عرف هذه الفضيلة العظيمة أن لا يفوت هذه السنة، إن فاتته قبل الصلاة فليقضيها بعد الصلاة، وسع لك الشرع من أجل أن تؤدي هذه السنة ولا تفوتها، فإن فاتت عليك قبل فصلها بعد، واحذر من التسويف، وبادر إلى أدائها أو قضائها إن فاتت أداء. ثم قال رحمه الله في آخر هذا الباب: وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، أي أن بلال رضي الله عنه هو مؤذن الرسول، كان من عادته أن يدخل على الرسول ويؤذنه للصلاة، يعني يقول ستقام الصلاة.
فمرة جاء بلال رضي الله عنه ليؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، يعني ستقام الصلاة وليس للأذان وإنما للإقامة. فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه، سألته عن أمر ما، حتى أصبح جدا يعني خرج الصباح. فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج صلى بالناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مباشرة لأنه كان يصلي الركعتين. فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس فأخبره، أي أخبره بلالا، أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، يعني خرج الصبح لكن لم تخرج الشمس هنا، يعني لزل وقت الفجر لم يخرج، وأنه أبطأ عليه بالخروج، يعني كأنه يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي الفجر، يعني هذا سبب تأخر النبي في الخروج إليه، يعني بلال تأخر في الإذان والنبي تأخر في الخروج، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من أجل صلاة الركعتين. فقال: يا رسول الله إنك أصبحت جدا، يعني خرج الصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا كله من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الركعتين، أنه لا يدعهما، ولو تأخر في الخروج إلى الصلاة لصلاها قبل الصلاة، يعني لصلاها قبل صلاة الفجر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عندما قاله: إنك أصبحت جدا، يعني تأخرت في الخروج إلى الصلاة، وهذا بسبب تأخر بلال. قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت، يعني لو تأخرت أكثر مما تأخرت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على هاتين الركعتين. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.